مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في تقديم فقرات برنامج العالم هذا الصباح، ولتعزيز الرقي الذاتي لدى أبنائنا الطلبة وترسيخ مفهوم إتقان العمل وبث روح التنافس الشريف للتفوق الدراسي، أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة مساجد الجهراء حملة إنجاز لتشجيع الطلبة على التفوق الدراسي. في سياق التعاون المثمر بين وزارتي الأوقاف والتربية، أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حملة إنجاز لتشجيع الطلبة على التفوق الدراسي. فعلا نحتاج مثل هذه الحملات التوعوية اللي تساعد الطلبة وأيضا كذلك في أولياء الأمور على أولا بث الثقة بالنفس الطالب، كذلك محاربة عملية الغش إن وجدت طبعا، وإن شاء الله أنها ما تكون موجودة، كذلك في إتقان العمل. هي حملة إنجاز تهدف إلى أن نشجع الطلبة على التفوق الدراسي، ونشجعهم بعد على اللي هو أنهم يحصلون على أعلى الشهادات، وحثهم على العلم كما أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وإتقان العمل ومحاربة الغش والتفوق ورفع اسم الوطن عاليا. الحملة تناولت المحاضرات وورش العمل التي ترسخ روح التنافس وتعزيز مفهوم إتقان العمل، والتي امتدت على مدى أسبوعين من خلال زيارات الميدانية لمختلف المدارس. والله تساعد أول شيء الالتزام بالدوام المدرسي، التزام الطالب بحضوره بلقاء الصباح. عندنا لائحة مدرسية نطبقها من يبتدي من لقاء الصباح بالأنشطة الإذاعية المحببة للطلاب، نحفزهم نشجعهم. عندنا معلمين أكفاء، عندنا دروس رياضية، عندنا فصول خلوية، عندنا طاقم تعليمي متكامل. حملة إنجاز حثتنا على التفوق الدراسي من خلال الدراسة والمذاكرة وإتقان العمل. حملة إنجاز تعبر عن مفهوم يشعر الإنسان بوجوده وكينونته، ويشعره أنه جعل لنفسه بصمة على لوحة التاريخ.